السلام عليكم طلاب. في محاضرة اليوم راح نحكي عن الكارديو فاسكولار ديزيز ان بريجنانسي، بس قبل أن نبلش بيها بالبداية نحاول نستذكر الفيسيولوجيكال تشينجز اللي تصير أثناء البريجنانسي. أول وأهم تشينج راح يصير أثناء البريجنانسي هو الانكريز ان ذا بلازما فوليوم. احنا ندري أثناء البريجنانسي الليفلز مات الاستروجين والبروجسترون راح تزيد، فيترتب عليها زيادة بالبلازما فوليوم. يمتى تبدي هاي الزيادة؟ تبدي بالفيرست ترايمستر، بعدين تقريبا الحد منتصف السكند ترايمستر راح يصير بلاتو فيس، يعني فد استقرار لاكو صعود ولا اكو نزول. ويمتى يبدي النورمال رينج مات البلازما يرجع عندنا؟ تقريبا نير ذا ترم. اذا اول فيسيولوجيكال تشينج راح يصير هو له علاقه بالبلازما فوليوم. ليش؟ لانه البروجسترون والاستروجين ليفلز تزيد فتزيد وياها البلازما فوليوم. يمتى تبدي هاي الزياده؟ بالفيرست ترايمستر. يمتى تصير بلاتو؟ بالميد سكند ترايمستر. يمتى ترجع للنورمال ليفلز؟ نير تيرم. زين، بما انه زادت البلازما فوليوم معناته ايش راح يزيد؟ راح يزيد الستروك فوليوم وراح يزيد الكاردييك اوتبوت على هذا الاساس. ليش؟ لانه زياده البلازما فوليوم تزيد وياها الكاردييك اوتبوت، لانه الديماند راح يزيد، لانه اليوترس سايز راح يزيد، الفيتس راح يبدي ينمو، البريست راح يصير بيه انلارجمنت، فهاي الاديشنال تيشوز كلها تحتاج مور بلاد مور سبلاي. فلهذا السبب راح يزيد البلازما فوليوم فيزيد الكاردييك اوتبوت وياها، والكاردييك اوتبوت حاله حال البلازما فوليوم. بالبدايه الانكريز يمتى يصير؟ بالفيرست ترايمستر، انه بيصير بلاتو فيز بالميد سكند ترايمستر ويرجع للنورمال ليفلز، يعني على الكاردييك اوتبوت نير تيرم. وقلنا بما انه بلازما فوليوم يزيد معناته الستروك فوليوم جاي يزيد، وايضا الهارت ريت ايضا يزيد، فالبيشنت يصير عندها او البريجننت وومن يصير عندها تاكيكارديا. اذا يصير انكريز بالبلازما فوليوم، يصير انكريز بالستروك فوليوم، ويزيد الهارت ريت، وعلى هذا الاساس يزيد الكاردييك اوتبوت. ليش يزيد الكاردييك اوتبوت؟ لانه قلنا راح يزيد الديماند لليوتراس للفيتاس للبريست، كلها تحتاج اديشنال اوتبوت، تحتاج مور فوليوم على مود السبلاي مالتها، فراح يزيد الكاردييك اوتبوت. زين، بالنسبه للتوتال بيريفيرال ريزيستنت او ريزيستنس، ايش راح يصير؟ الفازلز البلد فازلز اللي تودي لليوترس واللي تودي للبريست راح يصير بيها فازو دايليتيشن، ولانه يصير بيها فازو دايليتيشن فالتوتال بيريفيرال ريزيستنس راح تقل، واذا قلت الريزيستنت راح يقل وي الريزيستنس راح يقل وياها الدايستوليك بلد بريشر. اذا دو تو ذا فازو دايليتيشن بالفازلز اللي موجوده باليوترس والبريست راح تقل التوتال بيريفيرال ريزيستنت، واذا قلت التوتال بيريفيرال ريزيستنس راح يقل وياها الدايستوليك بلد بريشر. فراح يصير ديفرنس ما بين السيستوليك والدايستوليك بلد بريشر. تلقى مثلا البريجننت وومن تلقى مثلا البلد بريشر مالتها 120 على 60، يعني راح تشوف فرق كبير ما بين السيستوليك وما بين الدايستوليك، وهذا الفرق شنو نسميه؟ بلس بريشر. اذا يصير عندها وايد بلس بريشر، ولانه وايد بلس بريشر فهذا يترتب عليه كولابسينج بلس. من اسويها اكزامينيشن القى انه عندها كولابسينج بلس، وهذا يعتبر نورمال فايندينج بالبريجننسي، ما يعتبر اب نورمال. زين، احنا قلنا يزيد البلازما فوليوم لانه زاد الديماند بسبب وجود الاستروجين والبروجسترون. بالمقابل الار بي سي زيادتها ما راح تكون بنفس المعدل مع زيادة البلازما فوليوم، يعني إذا تقريبا هو البلازما فوليوم يزيد 40% 50%، الار بي سي تقريبا 25% 30%، هاي الزيادة. فهذا الديفرنس بالزيادة ايش راح يسوي عند البيشنت؟ ديلوجنال انيميا، يصير عندها دايلوشن بالبلد بالكونتنت، يعني بالبلد مالتها. فنسوي الانفستيجيشن القى انه الهيموغلوبين ليفلز مالتها 9 10، وهذا سببها مو لانه هي عندها ديفيشنسي، لا جاي يصير دايلوشن بسبب انكريز ان ذا بلازما فوليوم، يعني الانكريز بالبلازما فوليوم يكون مور مقارنه بالانكريز بالار بي سيز. زين، هاي الانيميا متى تبدي؟ هم تبدي بالفيرست ترايمستر، ريتشز نادر ليفل، نادر ليفل عكس البلاتو، يعني هم يعني هي عباره عن نادر ليفلز، يعني نزول بها يصير، وبعدين ترجع نورمال نير ذا تيرم. إذن راح أعيدها،
أول شيء راح يصير increase in the plasma volume. شنو السبب؟ لأن أكو استروجين وبروجسترون. يمتى يصير هذا increase؟ increase بالفيرس تريمستر. بالسكند تريمستر بلاتو والنوبة ترجع لبلازما volume normal. يمتى؟ near term. زاد البلازما volume، إذن أتوقع الكاردياك output هم جاي يزيد. ليش؟ لأنه زاد الديماند. الديماند وين؟ باليوتراين، باليوتراس، يم الفيتاس، البريست، لأنه جاي يصير بيه enlargement. فهاي كلها جاي يصير بيها more، أو يعني needs more supply، فيزيد الكاردياك output. يمتى يزيد؟ نفس البلازما volume بالفيرست تريمستر، بعدين بلاتو، بعدين يرجع normal near term. الستروك فوليوم زايد. ليش؟ لأنه البلازما فوليوم زايد، ويصير عندها تكبنية. التوتال بريفرال ريزيستنس راح يصير بيها ريدكشن. ليش؟ لأنه اكو فازو دايليتيشن بالفيزلز اللي تودي لليوترس وللبريست. فأتوقع بسبب الديكريز ان ذا توتال بريفرال ريزيستنس راح يصير عند البيشنت ديكريز ان ذا دايستوليك بلاد بريشر. فراح يصير ديفرنس ما بين السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر، وهذا الديفرنس راح اسميه وايد بلس بريشر. ولأنه عندها وايد بلس بريشر معناتها راح ألقى عندها كولابسينج بلس، وهذا نورمال فايندينج. بعد بما أنه يزيد البلازما فوليوم بالمقارنة، الزيادة بالآر بي سي راح تكون أقل، فأتوقع يصير تخفيف، يصير عند البيشنت ديلوشنال أنيميا. وهاي يمتى الأنيميا؟ يصير بالفيرست تريمستر، بعدين نادر ليفل، بعدين ترجع نورمال نير تيرم. زين، انا مو بس راح يصير عندي ديلوشنال انيميا، يعني مو بس الهيموغلوبين او الار بي سي راح تتخفف بسبب زياده البلازما فوليوم، راح القى انه فد اذر كومبوننتس هم راح يصير بيها ديلوشن، راح تتخفف. منو هي؟ البلد يوريا نيتروجين، والسيرم كرياتينين، والسيرم يوريك اسيد. فهذول مفروض بالبرجننسي يقلون، والديكريز او ريدكشن اللي تصير بيهم مو لانه الانتاج مالتهم قل، وانما لانه البلازما فوليوم زاد. فانا من اقيسهم راح القى يصير عندها البريجننت وومن ريدكشن بالبلد يوريا والسيرم سيرم كرياتينين والسيرم يوريك اسيد، وهذا يعتبر نورمال. فاتوقع في حال انا سويت لاب انفستيجيشن للبريجننت وومن ولقيت انه الليفلز مالت البلد يوريا نيتروجين والسيرم كرياتينين والسيرم يوريك اسيد مساوية للليفلز مالت هذني الكومبوننتس عد اللي نون بريجننت وومن، يعني هاي الليفلز لو طلعت لي بالنون بريجننت وومن اعتبرها نورمال، بس بالبريجننت وومن راح اعتبرها اب نورمال. ليش؟ يعني راح اعتبرها عالية. ليش؟ لانه المفروض راح يقلون مع زيادة البلازما فوليوم. فاذا لقيت هذولي يعني هاي نورمال عد، يعني عد البريجننت وومن لقيتهم نفس الليفلز اللي هي نورمال بالنون بريجننت، اعتبرها ابنورمال بالبريجننت. يعني نفس الارقام الطبيعيه اللي تطلع لي عند المراه غير الحامل راح تكون ارقام غير طبيعيه وارقام عاليه عند المراه الحامل. ليش؟ لان قلت هم راح يصير بيهن تخفيف بسبب زياده البلازما فوليوم. فلهذا السبب اليوريك اسيد يعتبر انديكيتر، يفيدني اذا على مود اعرف جاي يزيد البلازما فوليوم لو لا. شلون اعرفها؟ اقيس اليوريك اسيد بالانتينيتال كير، من تجي دوريا المراه الحامل اشوف الليفلز مالت اليوريك اسيد. اذا شفتها هاي الليفلز مالت اليوريك اسيد تساوي للنورمال ليفلز بالنانو بريجننت، اعتبرها عاليه بالنسبه لهاي المراه الحامل. اذا عندي مشكله معناتها البلازما فوليوم ما جاي يزيد، يعني ممكن عند البيشنت هايبرتنشن. فيعتبر اليوريك اسيد انديكيتر. زين، بالنسبه للريسبيراتوري سيستم، لانه البيشنت عندها هاي ليفلز اوف بروجسترون يعتبر ستيمولنت للريسبيراتوري سنتر، يعني الريسبيراتوري سنتر يستجيب لوجود البروجسترون. فالهاي ليفلز مالته راح تسوي لنا اكسايتيشن، وبالتالي البيشنت او البريجننت وومن يصير عندها هايبر فنتيليشن. ويصير بعد شنو عندها؟ بسبب الجرافيد يوتراس، بسبب الحجم مالت اليوتراس والمكان الاناتوميكال سايت مالته، راح يضغط على الدايفرام، فالدايفرام يرتفع. من يرتفع الدايفرام معناتها التوتال لانج كاباسيتي، الكاباسيتي مالت اللانج انه على مود تحتفظ بالهواء، والريزيجوال فوليوم اللي يكون بعد ما يصير اكسبيريشن، هذول الاثنيناتهم راح يقلون. فالبيشنت دائما تصير دسنك، تحس عندها شورتنس اوف بريث. ليش؟ لانه صار الفيشن بالدايفرام، فقلل الكاباسيتي مالت اللانج. زين،
بالريسبيراتوري هسه قلنا ايش راح يصير؟ بروجستيرون يسوي عندي هايبر فنتيليشن، واليوترس انلارجمنت يصعد لي يسوي اليفيشن بالدايفرام ويصير عند البيشنت شورتنس اوف بريث. زين الهايبر فنتيليشن ايش راح يسوي؟ راح يسوي واشينج اوت اوف دي سي او 2، فيعني يصير عند عند البريجننت وومن هايبوكابنيا، يصير واش اوت رابيد واش اوت اوف ذا سي او 2، فيصير عندها هايبوكابنيا بسبب الهايبر فنتيليشن. فالهايبوكابنيا شرح يترتب عليها respiratory alkalosis. زين الجسم شلون راح يعوضها؟ راح يصير عندها metabolic acidosis لأنه راح يسوي resorption of the bicarbonate. الكيدنيز تظل ما تطلع البيكربونات، يعني فالجسم يظل محتفظ بالبيكربونات حتى يعادل، فيصير عندنا metabolic acidosis. إذن الهايبرفنتيليشن راح يسوي عندي washing out of the CO2، فيصير عندنا hypocapnia، وهاي الhypocapnia تسوي respiratory alkalosis. شلون نعوضها؟ بالmetabolic acidosis. بعد الاكو انزيم يسوي لايسز للبروتين اسمه بروتياز، هذا الانزيم راح يزيد الاكتيفيتي مالته كريسبونس للبروجستيرون. فهذا البروتياز اللي يشتغل وين يشتغل؟ يروح على السب انتما بالبلاد فيزلز، مو اكو انتما واكو سب انتما لاير واكو انفنتيشيا، فهذا الجزء ما تسب انت ما مو ببروتين. فبسبب وجود البروجستيرون اللي راح يزيد الشغل مات البروتياز انزيم، البروتياز راح يسوي لايسز لهذا البروتين، فصير يعني راح يصير شلون ويك بلاد فيزل، فالبيشنت يصير عندها ريسك اوف فيزل دايسكشن. ليش؟ لانه المحتوى مات البروتين اللي موجود بالسب انتما كله جاي يتكسر بفعل هذا الانزيم البروتياز انزيم، فالبيشنت ممكن يصير عندها دايسكشن، واذا هي من الاول عندها ايورتيك انيوريزم فتزيد الريسك مات الايورتيك انيوريزم دايسكشن، خصوصا فيعني اذا البيشنت اجت لي للطوارئ هي بريجننت وعندها تشست بين، فهنا لازم اكون حذره اشوفهم هل ممكن هي عندها هيستوري اوف ايورتيك انيوريزم، واتوقع انه راح يصير بي دايسكشن لانه البريجننسي يعني يسوي دبل ذا ريسك بسبب وجود البروتياز انزيم. بعد اكو هرمون اسمه الهيومن بلاسنتال لاكتوجين يطلع من البلاسنتا، هذا الهيومن بلاسنتال لاكتوجين راح يزيد اللايبولايسيس اللي بد ديجريديشن، فبسبب زيادة اللايبولايسيس اتوقع ايش راح يصير؟ راح يصير عند البيشنت هايبرجلايسيميا، لانه الجلوكونيوجينيسيس يعني الفورميشن اوف الجلوكوز هم يجي من الليبيدز، يعني ممكن نطلعها من الليبيدز، فاذا زاد الليبيد كونتنت والليبيد لايسيس بفعل الهيومن بلاسنتال لاكتوجين معناته راح يزيد الليفل اوف الجلوكوز، فالبيشنت يصير عندها هايبرجلايسيميا، وهذا يفسر انه يصير سبب وجود الجستيشنال دايابيتس عندها. هاي فيما يخص الفيسيولوجيكال تشينجز. هسه نجي للديزيزز اللي ممكن تصير بالبريجننسي، وراح نركز على الهايبرتنسيف ديزيزز لانه هاي اهم شيء. نقسمها الى ثلاث اقسام، اكو بريجننسي اندوست هايبرتنشن، يعني البيشنت صار عندها هايبرتنشن والسبب هو البريجننسي نفسه خصوصا البلاسنتا، واكو بريجننسي اسوشيتد هايبرتنشن، البيشنت من الاول عندها هايبرتنشن ويعني اجت وهي بريجننت هم الهايبرتنشن بعده موجود عندها. اما الجستيشنال هايبرتنشن فهذا اللي هو الهايبرتنشن اللي يصير اثناء البريجننسي، وبمجرد ما يصير عندها ديليفري تقريبا ورا 6 ويكس سبسايز يختفي هذا الهايبرتنشن. اذا الهايبرتنسيف ديزيزز اقسمها الى بريجننسي اندوست اللي هي نفسها البري اكلامزيه ويكون سببها البلاسنتا، اكو بريجننسي اسوشيتد لما البيشنت من الاول عندها هايبرتنشن، واكو جستيشنال هايبرتنشن هذا يصير بالبريجننسي وبمجرد ما يصير عندها ديليفري يختفي. نشرح اول شيء البريجننسي اندوست هايبرتنشن، ايضا نسميه بري اكلامزيه او البري اكلامتيك توكسيميا. البريجننسي اندوست هايبرتنشن هو نفسه البري اكلامسي، يعتبر ديزيز اوف يعني يمتى يصير؟ بالسكند والثيرد ترايمستر، يعني اذا بيشنت اجت لي عندها هايبرتنشن بالفيرست ترايمستر ما اقول عنها بري اكلامسي، لا اخذ من عندها هيستوري زين لانه ممكن تطلع هو اصلا بريجننسي اسوشيتد هايبرتنشن، يعني عندها هايبرتنشن من الاول مشخصه بهايبرتنشن وهسه بالفيرست ترايمستر باقي عندها الهايبرتنشن. اذا البري اكلامزيا امتى اشوفها؟ اشوفها بالسكند والثيرد ترايمستر. الايفكت مات شنو؟ الايفكت مات البلاسنتا، وجود البلاسنتا هو اللي يسوي هو اللي اندوس دي بري اكلامزيا. هو عباره عن ترايد راح تجتمع بي هايبرتنشن، البيشنت عندها هايبرتنشن، البيشنت عندها هايبو البومينيميا،
هايبوألبومينيميا معناتها levels of the serum albumin جاي تقليش، لأنه جاي تصير خسارة بالألبومين باليورم. فصح من أسوي لها سيرم ألبومين ألقى قليل، بس بالمقابل levels بالألبومين levels الألبومين باليورين راح تكون عالية. زين، خسارة الألبومين باليورين وقلت نسبة الألبومين والبروتين بالسيرم بالبلاد، معناته شنو جاي يصير؟ جاي يقل الأونكوتيك بلاد بريشر، أو الأونكوتيك بريشر. وإحنا ندري عندنا الأونكوتيك بريشر يتحكم بالفلويد ديستريبيوشن ما بين الإكسترا والإنترافاسكولار سبيس. فلأنه قل الأونكوتيك بريشر شو راح يصير؟ الفلويد راح يطلع من الإنترافاسكولار سبيس يروح للإكسترافاسكولار سبيس، فالبيشنت يصير عدها لقؤديمة لأنه جاي تتجمع السوائل برجليها. ليش؟ لأنه الألبومين قليل بالسيرم. إذن البري إكلامزية ترايد شو راح يصير بيها؟ راح يصير بيها هايبرتنشن، يرتفع البلد بريشر مال البيشنت، راح يصير خساره الالبومين باليورين، فالقى انه اليورين بي هاي البومين او هاي بروتين ليفلز، بالمقابل السيرم بي لو البومين ليفل. ولانه جاي اخسر الالبومين معناته الاونكوتيك بريشر جاي يقل، معناته جاي يصير اسكيب اوف فلويد من الانترافاسكولار سبيس للاكسترافاسكولار سبيس، فيصير عند البيشنت لك اوديما. البيشنت اللي صير عندها بري إكلامزية ألاحظ أنه البلازما فوليوم مالتها قليل، يصير عندها قلة بالبلازما فوليوم عكس النورمال فيسيولوجيكال تشينج اللي يصير بالبرغنانسي، وقلنا هو يصير المفروض إنكريز بالبلازما فوليوم. لا، اللي عندها بري إكلامزية راح يصير ديكريز. زين، أنا شلون أتشيك؟ شلون أعرف هي صار عندها ديكريز؟ إيش قلنا؟ قلنا نسوي لاب إنفستيجيشن لليوريك أسيد. إذا شفته صاعد اليوريك أسيد، أو إذا شفت الليفل مالته نفسها مساوية للنورمال ليفل عند النون بريجننت وومن، معناته اليوريك أسيد عالي، خاصة الهايلي بريجننت وومن. إذا أتوقع إذا يوريك أسيد عالي معناته البلازما فوليوم قليل. زين، هذا الهايبرتنشن شنو سببه؟ طبعا هي البري إكلامزية يعني اكو ماني ثيريز للباثوفيسيولوجي مالتها او الباثوجينيسيس مالتها، بس ليش يصير بها هايبرتنشن؟ الهايبرتنشن عليها من يعتمد؟ يعتمد على مدياترز. عندنا مدياترز تسوي فازو كونستريكشن، وعندنا مدياترز تسوي فازو دايليتيشن. اللي تسوي فازو كونستريكشن هي البروستاجلاندين بي جي جي 2 وثرومبوكسين اي 2، هذول يسمون فازو كونستريكشن. والبروستاجلاندين بي جي اي 2 والنيتريك اوكسايد يسوون فازو دايليتيشن. فاللي راح يصير البلاسنتال بلاد فازلز راح يصير بها كالسيفيكيشن، يعني نتيجة لأسباب بتخص الباثوجينيسيس مثل البري إكلامزية. من يصير بها كالسيفيكيشن أو ديجنراتيف تشينجز، راح يترتب عليها أنه الليفلز مثل الفازو كونستريكترز اللي هي بروستاجلاندين بي جي جي 2 و ثرومبوكسين اي 2 راح تزيد، فيصير عندي فازو كونستريكشن. وبالمقابل إيش راح يقل؟ يقل الفازودايليترز اللي هي البروستاسايكلين بي جي اي 2 والنيتريك اوكسايد راح يقلون. فازوكونستريكترز جاي يزيد، فازودايليترز جاي تقل. اذا بالمحصلة النهائية البلد فازلز راح يصير بها فازوكونستريكشن. من يصير بها فازوكونستريكشن معناته التوتال بريفرال ريزيستنس جاي يزيد، اذا البيشنت صار عندها هايبر تنشن. هذا هو تفسير الهايبرتنشن بالبري إكلامزية. ليش يصير؟ لأنه الفازو كونستريكترز جاي يزيد والفازو دايليترز جاي تقل بسبب الكالسيفيكيشن بالبلد فازلز اللي موجودة بالبلاسنتا. شلون أعالجها؟ أنطي البيشنت لو دوز أسبرين على مود أعدل البلازما فوليوم. زين، شنو هي الريسك فاكتورز اللي تخليني أفكر أنه هاي البريجننت وومن ممكن تكون عرضة للبري إكلامزية؟ أول واحد هو البرايمي جرافيتي، أي امرأة هذا حملها الأول تعتبر ريسك للبري إكلامزية. إذا ما صار عند البيشنت بري إكلامزية بحملها الأول، فالريسك مات البري إكلامزية باقي يعني بالسبسيكوينت بريجنانسيز راح تقل. أهم شيء تكون برايمي جرافيتي، هذا أول واحد. زين، لنفرض هاي المرأة الحامل ما صار عندها بري إكلامزية بحملها الأول، طلقت وتزوجت شخص ثاني، حملها الأول من زوجها الثاني هم راح يكون عرضة للبري إكلامزية، لأنه أكو ثيريز تقول إنه الملتيبل إكسبوجر للسبيرمز ممكن يؤدي يزيد الريسك مات البري إكلامزية. إذن الحمل الأول يزيد الريسك مات البري إكلامزية. بعد الملتيبل بريجنانسي هم يعتبر ريسك. ليش؟ لأنه الماس أو حجم البلاسنتا
راح يزيد، فتزيد الريسك مع تلبري إكلامسيا. إذا البيشنت عندها سيكل سيل أنيميا، إذا هي من الدارك سكيند يعني الريس مالتها، هم نفس الشيء تزيد الريسك مع تلبري إكلامسيا. إذا عندها بري إكزيستينج هايبرتنشن دايابيتيز هم يزيدون الريسك. والأيج الإكستريم أوف أيج، مثلا إذا هي كانت 12-13 سنة تو يونغ، أو إذا كانت تو أولد يعني حملها الأول صار بعمر 40 عمر 38، هاي أيضا الريسك راح يزيد مع البري إكلامسية. طبعا إحنا لازم نفرق هل هي البيشنت عندها بري إكلامسية لو عندها بس أسوشيتد هايبرتنشن، يعني هي من الأول هايبرتنسيف. ليش؟ لأنه البري إكلامسية قلنا من خصائصها البلازما فوليوم قليل. فأنا من ضمن خطة العلاج اللي أنطيها بالطوارئ للبيشنت اللي عندهم هايبرتنشن، هم يعطوهم دايريتكس صح؟ فإذا أنطيت دايريتكس البيشنت عندها بري إكلامسية، إيش راح أسوي؟ راح يعني أزيد الطين بلة عليها. ليش؟ لأنه راح أقلل بعد من البلازما فوليوم، وهي من الأول عندها بلازما فوليوم لو، هنا يعني أنا راح أموتها. شلون أسوي دايجنوسيس حتى أعرف هاي البيشنت عندها بري إكلامسية لو لا؟ أسوي لها إنفستيجيشن وأشيك بالإكزامينيشن البلد بريشر، أشوفها هايبرتنسيف، أشوف اليورين ألبومين، ألقى عندها ألبومين يوريا معناتها إنكريزد بالألبومين إن ذا يورين. أسوي لها بلد ألبومين راح ألقى هايبو ألبومينيميا، يعني الليفلز مالت الألبومين قليلة بالبلد. وأسوي سيرم يوريك أسيد راح ألقى زايد إنكريز سيرم يوريك أسيد. التريتمنت أول شيء أنطيها لو دوز أسبرين، أنطيها بعد أنتي هايبرتنسيف. منو الأنتي هايبرتنسيف اللي يعتبرون سيف بالبريجنسي؟ أول واحد اللي هو الألفا مثل دوبا، الألفا مثل دوبا. غيرها ممكن أنطيها لابيتالول اللي هو البيتا بلوكر، بس لازم البيتا بلوكر يعني أبدلها إلها نير تيرم. ليش؟ لأنه ممكن يأثرون على اليوترين كونتراكشن ويسوون بريدسبوزيشن للبوست بارتم هيموريج. غير البيتا بلوكر ممكن أنطيها كالسيوم شانل بلوكر. إذا من هم الأنتي هايبرتنسيف؟ ألفا مثل دوبا، لابيتالول، وكالسيوم شانل بلوكر. أقدر أنطيها أيس إنهيبيتر وأنجيوتنسين 2 ريسبتر بلوكر؟ لا ما أقدر، لأنه يعتبرون تيراتوجينيك. نجي هسه للإكلامسية. الإكلامسية عبارة عن patient عندها بري إكلامسية وصار عليها convulsion، يعني patient عندها الهايبرتنشن، عندها لك إديمة، عندها هايبو ألبومينيميا وهايبر ألبومين أو يعني ألبومين يوريا، عندها increased in the serum uric acid، يعني متشخصة عندها كل الانفستيجيشن اللي تدل على بري إكلامسية، وأنه صارت عندها episode of it، فهاي دخلت بالإكلامسية. والإكلامسية يعني خطرة تموت البيشنت، فلازم بس يصير عند البيشنت إكلامسية الديفينيتيف تريتمنت هو الاميديت ديليفري. لازم اطلع البلاسنتا، لان احنا مشكلتنا قلنا البلاسنتا، فاسوي سي سكشن واسوي ديليفري للبلاسنتا. طبعا انا البيشنت هاي لازم اخليها على الليفت لاترال بوزيشن، يعني تعرفون هاي اخذتوها بالاوبستريك كول فور هيلب، وانطيها انتي كونفلسنت، انطيها ماغنيسيوم سلفيت، هنا انا اي في ماغنيسيوم سلفيت، وايضا انطيها بارنترال انتي هايبرتنسيف، يعني IV anti hypertensive. من هما اللي أنطيها؟ ممكن أنطيها هيدرالازين اللي هو direct vasodilator، أقدر أنطيها الألفا مثل دوبا، أو أنطيها injectable labetalol. إذن الإكلامسية عبارة عن convulsion زائد بري إكلامسية. إذا صارت في definitive treatment هو delivery of the placenta، والpatient لازم أنطيها magnesium sulfate وanti convulsant حتى أقلل من convulsion اللي عندها، وأنطيها parenteral anti hypertensive اللي هي الهيدرالازين ألفا مثل دوبا وinjectable لابيتالول. زين، شلون اعرف هاي البيشنت اللي عندها بري اكلامسيا ممكن يصير عندها اكلامتك فيت ديورينج ذس بريجننسي؟ معناتها يعني انا ما جاي اسوي كنترول عدل للبري اكلامسيا اللي عندها. شلون اعرف؟ اذا البيشنت عندها انتراكتبل هيدكس، يعني الهيدك اللي عندها ما جاي يفيد وياها لا ادويه لا يعني مضاد لا بنادول لا غيرها، ما جاي يفيد وياها، فهذا الانتراكتبل هيدك. ممكن بعد ابيجاستريك بين، إذا صار عندها إبيجاستريك بين معناته دخلت المرحلة الهيموريج سب هيباتيك هيموريج، فهي دينجرس. إذا صار عندها إبيجاستريك بين مرات أصلاً يكون هو هذا البرزنتيشن قبل لا تبدي عندها الفت، فهذا يعتبر أيضاً بريدكتيف فاكتور. الأبجوينج بلانتر ريفلكس، لازم كل أنتينيتال كير فيزيت لازم أسوي لها بلانتر ريفلكس، من أشوفه يبدي يصير أبجوينج أتوقع هاي البيشنت راح يصير عندها إكلامسية. وإذا هي البيشنت البلد بريشر مالتها الهايبرتنشن ما جاي يستجيب للأنتي هايبرتنسيف اللي أنا جاي أنطيه إياه، فهذول هما البريدكتيف فاكتورز. أتوقع يعني إذا لقيتهم عند بيشنت إذا بري إكلامسي أتوقع هاي البيشنت راح يصير عندها فت.
خلصنا هسه من البري إكلامسية والإكلامسية، هسه ننتقل للبريجنانسي أسوشيتد هايبرتنشن اللي هو لما البيشنت من الأصل هي هايبرتنسف قبل لا تصير بريجنانت وبعدين اجت لي بريجنانت. فهنا أشيك اليورينج ألبومي لأنه ممكن إذا هي إحنا إيش قلنا البري إكزيستينج هايبرتنشن ممكن يعتبر بري ديسبوزين فاكتور للبري إكلامسية، فأشيك لها اليورينج ألبومين حتى أتأكد معتها ألبومين يوريا. والبيشنت ألقى أنه عندها هيستوري أوف هايبرتنشن وممكن ماخذ هايبرتنسف أنتي هايبرتنسف دراكس. فهنا أنا شلون أتعامل وياها للبريجنانسي أسوشيتد هايبرتنشن؟ الأنتي هايبرتنسف إذا كانوا كونترا إنديكيتد، يعني إذا كانت تاخذ أيس إنهبيتر أثناء البريجنانسي، أبدلهم أخليها تاخذ مور سيف مثل دوبا ولابيتالول وغيرها. أما الجستيشنال، الجستيشنال اللي هو هايبرتنشن هم يكون سبب البريجنانسي، يبدي هي معتها history of hypertension before pregnancy وهذا يعتبر early onset عكس البري إكلامسية قلنا بالsecond trimester. الجستيشنال يبدي نهاية الفيرست trimester والpatient عندها family history of gestational hypertension وبمجرد ما يصير عندها delivery بس تخلص هاي مرحلة النفاس يعني 6 weeks إذا خلصتها ترجع levels مالت blood pressure normal. أشيك الألبومين ليفلز بالبلاد ألقى أنه نورمال ما عندها هايبو ألبومينيميا وأيضا ما ألقى عندها مثلا ألبومينيوريا. فيعني هذا الاختلافات عن البري إكلامسية. التريتمنت أنطيها أنتي هايبرتنسف وهم قلنا السيف أنتي هايبرتنسف المثل دوبا اللي هو الكومنست، وقلنا بمجرد ما يخلص البربوريوم البيشنت ترجع الليفلز مالت البلد بريشر مالتها نورمال. بس شنو ممكن بحملها الثاني والثالث واللي بعده سبسيكوينت بريجننسيز ممكن يصير عندها جستيشنال هايبرتنشن. زين ننتقل هسه للكارديو فاسكولار ديزيز وذ بريجننسيز. خلصنا من الهايبرتنشن هسه نشوف الكارديو فاسكولار ديزيز حتى اعرف هل البيشنت اللي عندها هذا الكونديشن تقدر تصير حامل او لا. فالبيشنت اللي عندها ميترال ريجرجيتيشن إذا هو mild أو moderate تقدر تصير حامل. الحمل ما يعتبر contraindication بس إذا هو severe mitral regurgitation لا contraindicated. إذا mitral regurgitation mild to moderate أوكي تقدر تصير حامل، severe لا contraindicated. بينما mitral valve prolapse ما يعتبر contraindication. ليش؟ لأنه prolapse يقل بالبريجنانسي. ليش؟ لأنه بالبريجنانسي راح يزيد البلازما فوليوم، وإذا زاد البلازما فوليوم معناته LV filling جاي يزيد، وإذا زاد LV filling فمعناته البرولابس يقل. إذن هاي الريليشن بالبريجنانسي البرولابس ما يعتبر كونترا إنديكيشن. ليش؟ لأنه البلازما فوليوم يزيد فالLV filling جاي يزيد فالبرولابس يقل. الميترال ستينوسيس كونترا انديكيتد، واي اوبستركتيف ليجن هي كونترا انديكيتد. ايرتيك ريجرجيتيشن حال الميترال ريجرجيتيشن، مايلد او مودريت ما يخالف، سيفير لا كونترا انديكيشن. الايرتيك ستينوسيس اوبستركتيف كونديشن ايرتيك يعتبر كونترا انديكيشن. بالمونري ستينوسيس هم نفس الشيء مثل الايرتيك ستينوسيس ومثل الميترال ستينوسيس. اي اس دي وفي اس دي لا، اذا البالمونري blood pressure normal ما وصل البيشنت لمرحلة البلمونري هايبرتنشن فأوكي ماكو مشكلة. تترالوجي أوف فالوت والأيزنمنجر سيندرام هذول اثنيناتهم إذا يزيدون البلمونري blood pressure فهذولي contra indicated. البرايمري بلمونري هايبرتنشن هم نفس الشيء contra indication. المارفن سيندرام لازم البيشنت بالمارفن سيندرام تكون معرضة للأيورتيك دايسكشن، فقبل لا تصير حامل لازم تسوي surgical replacement للأيورتا بالبنتال procedure، يعني تشيل الأيورتا وتحط بمكانها تشو غيرها يلا تقدر تصير حامل. البروستاتيك valve بعدين نشرح عنه. الدايليتد كارديوميوباثي يعتبر contraindication. البريبارتم كارديوميوباثي هم يعتبر contraindication، وإذا صار بالفرست بريجنانسي فحنقلها نهائية ممنوع عليك الحمل بعدين. والهايبرتروفيك كارديوميوباثي هذا لا ما يعتبر كونترا انديكيشن سيف. البيشنت اللي عندها بروستاتيك فالف هنا أنا راح تحتاج كونسلتيشن. ليش؟ لانه احنا مشكلتنا بالبروستاتيك فالف هو الانتي كوغولنت. فمثلا البيشنت لانه التشو يعني الافضل اثناء البريجنانسي هو التشو، فاذا البيشنت عندها خطه انه تصير حامل متزوجه وتريد تصير حامل وتريد نسوي لها ريبليسمنت اوف ذا فالف فنخلي لها تشو ونقلها خلال هاي العشر سنين انت حاولي تصيرين حامل خلال هاي الفترة. بس اذا عدها من الاول ميتالك وبعدين مثلا زوجته صارت حامل فهنا شنو مشكلتنا؟
مشكلتنا انه تكون at risk for hemorrhage، يعني لازم اقعد ويا الامي واشرح لها اقول لها انتي معرضه للهيموريج اثناء البريجننسي واثناء الليبر، والطفل هم نفس الشيء، لانه راح يصير عنده during molding اثناء الولاده، مو يصير مولدنج حتى يقل حجم الهيد اوف ذا فيتس حتى يعبر من البيرث كانال، فاثناء هاي العمليه ممكن يصير عنده سيربرال هيموريج. فالبيشنت اللي عندها ميتاليك بروستاتيك فالف شنو خطتنا وياها؟ بالفيرست تو ترايمسترز راح اقل لها تركي الوارفارين لانه يعتبر تيراتوجينيك، ومبدل على اللو مولكيولر ويت هيبارين اللي هو الانكسابارين، اخليها تاخذ الانكسابارين بالفيرست تو ترايمستر. باللاست ترايمستر لا، ارجعها على الوارفارين لانه بعد صار امبريوجينيسيس، فيعني ما اخاف من التيراتوجينيسيتي. قبل لا تصير البيشنت تيرم راح ارجعها على الانكسابارين، وكلش قبل الولاده، قبل يعني يوم الولاده نفسه قبل الدليفري لا تصير ارجعها اشيل اقطع عنها الهيبارين، وبعد الولاده ارجعها على الوارفارين. اذا جماعه البروستاتيك فالف بالبدايه انصحهم اذا إلش نية بالولاده فالافضل شيء تختارين التشو فالف. ليش؟ لانه نحتاج بيه الانتي كواجولنت بس اول اسبوعين، بس مشكلته انه يحتاج ريبليسمنت افتر 10 ييرز، فهاي اول وحده. اما اذا هي على الميتاليك بروستاتيك فالف من الاول فلازم اسوي لها كونسلتيشن واشرح لها ممكن يصير عندك هيموريج انت والبيبي. زين شنو الخطه؟ الخطه انه اقطع عنها الوارفارين بالفيرست تو ترايمسترز واحولها على الانكسابارين اللي هو لو مولكيولر ويت هيبارين، باللاست ترايمستر ارجعها على الوارفارين لانه التيراتوجينيسيتي راح تقل. نير تيرم قبل يعني موعد الولاده مثلا قبل اسبوعين من يقترب موعد الدليفري اقطع الوارفارين وانطيها ارجعها الى اللو مولكيولر ويت هيبارين، واللو مولكيولر ويت هيبارين اقطعه بيوم الولاده، ما اخليها تاخذ الدوز مالتها اذا صارت عندها نفسها يوم الدليفري، او مثلا اذا هي عندها سيسيريان سكشن والكتيف فهم نفس الشيء، اخليها تقطعه بيوم العمليه وبعد الدليفري ارجعها على الوارفارين. هاي نهايه المحاضره، شكرا جزيلا.